كنا مختلفين على الباب لما جينا بنينا فضل الوش 11 وبعدين اللي يقول نفتح الجنب واللي يقول نفتح وسطان واللي يقول كذا واللي يقول كذا انا نايم فيه هنا لقيت نفسي في الليل مقلبل كذا في المطرح ده طلع تعبان من المقام مبطش احمر بوبي حتى جبنا الطوب باللون اللي شفته انا وجاني التعبان ركب كده على طول راح راكب عليه وراح حط راسه هنا وهنا من هنا 3 مرات ومن هنا 3 مرات وراح نازل ودخل المقام قلت يبقى الباب هنا محمد رضي الله عنه رضي الله عنه يا ابني نزار يا ابني ذاك وضعه حتى مر على الوضع القدار والقدار والسيراميك والبراميك والسجاد اجي خليفه الخليلي مين دائما الناس يعني الناس طيبه الخليلي 100% الله ما فيك يا شيخ اقعد اشرب القهوه كده